البيهقي عنده كتاب اسمه شعب الإيمان. طيب بالجزء السادس شو بيقول؟ انتبه هلأ شو بيقول. أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق بيقول السند عن ابن عباس. مين ابن عباس؟ ابن عم الرسول. شو قال؟ إن لله عز وجل ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة في الأرض لا يقدر فيها على الأعوان فليصح فليقل عباد الله أغيثونا أو أعينونا رحمكم الله فإنه سيعان. وبلفظ آخر، إن لله ملائكة في الأرض يسمون الحفظة. شو اسمهم؟ الحفظة. يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر، فما أصاب أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفلات من الأرض، يعني مقطوع بالأرض، فليقل أعينونا عباد الله رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله. عم بيعلم النداء، عم بيعلم التوسل بالملائكة، الاستغاثة بالملائكة، الاستعانة بالملائكة.